بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيهما أفضل، صلاة النافلة في البيت أم في المسجد؟ أسباب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. في الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا الحديث الحث على صلاة النافلة في البيت لتعود بركة الصلاة عليه وعلى أهل بيته، فهذا أمر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور بعدم الصلاة فيها. وفي رواية: صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فيه إماء إلى طلب الإكثار من النوافل. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمير يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. حديث رواه الإمام مسلم. في هذا الحديث النهي عن وصل النافلة بالفريضة قبل الكلام. يعني أحيانا واحد بيكون صلى مثلا صلاة الفريضة العشاء الظهر العصر أي فريضة ما، وفي نافلة بعدها، فهو متعجل مثلا عايز يصلي النافلة، فبمجرد ما الإمام يسلم وهو يسلم على طول يقوم ويصلي الإيه؟ يصلي النافلة. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث رواه الإمام مسلم، يعني حديث في إيه؟ في أعلى درجات الصحة ما رواه البخاري وإيه؟ ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفصل بين الفريضة وبين النافلة، إما بسلام أو بكلام أو بتغيير الموضع أو المكان، يعني إيه كما صح في الحديث. قال الشافعي رحمه الله: من وعز أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعزه جهرا فقد فضحه وشانه. في الحديث يبقى إيه النهي عن وصل النافلة بالفريضة. طيب، مجمل هذا الحديث أو مجمل هذا الباب جعل النوافل في البيت. طب أيهما أفضل، نصلي في البيت أم في المسجد؟ يختلف من شخص لآخر. طبعا على الإطلاق البيت أفضل من المسجد لصلاة النافلة لتعم البركة على أهل البيت كما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مثلا بعض الناس هو يعرف من نفسه أنه لو أخر النافلة إلى البيت ربما ينشغل وربما لا يصلي بالمرء، فهذا نقول له صلي في المسجد بدلا أن تترك صلاة النافلة إيه؟ يعني بدل ما أنت تتركها خالص صليها في المسجد. لكن لو أنت ترى من نفسك أنك تعود إلى بيتك وتصلي النافلة فهو أفضل لك من المسجد، وأبعد عن الرياء وأخشع في الصلاة، ويقتدي أهل البيت بك حينما تصلي النافلة في المسجد في البيت. يقتدي أهل البيت، يعني خلي كده البيت بالنسبة لك هو رقم واحد، هو الأصل. لكن لو أنت عارف أن في حد هيشغلك عن صلاة النافلة ممكن أنك تصليها في المسجد وينتهي الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.